السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا سوق التصفيقات. اليوم 27 شهر 4 2024. نبداو مع هاد الغلة. واي جاب لها قال لي راه الله يهرب على والو تو بان لي 76 76 باش واش زويت انا واش حيقع في الزيت 73 والله ما تشري من البلاصه اخرى. قالك السوق اليوم شويه فين تمام شويه ستة وسبعين باش قاطع معطاه السيد 73 مازال مش راضي يلعب. سامع دوس انا صاحب تسعيبي انا كنت راه صاحب. تحياتي لكم كبيره من سوق 16 الله يدير الخير. سلام و 650 اللي عاطينا ولا 60 معاه مليح. واش مسبتين معاك؟ وهادو اديناهم ب 83 عاطينا 86 86 عاطينا 86 76 هذا دوك انا اكبر من 76 دوخني هذاك ها قلبنا ديتهم ب 71 لا ديناهم ب 73 باش خدينا 73 ماشي لا 73 3650 تاو هما بعدا وحدهم وتملي قال لي 86 دوخني يا اخي هذي خويا الامور هانيك شو مزيان عندك واحد فرطاس جيد جيد اليوم السلام موجودة موجودة نزقو معاك طاولة 50 3750 انا مشيت ثاني بحال والله الى الدنيا يعني يكتب شي يعني انا ما راحش من كيشري معاك اللعبه وزير كي قال لكم الدري ما نرداش فوجا ملي خرج قلنا ليه وتفرجوا حتى حنا تنبغيو السيد تنسيو جربوا بعدا شحال كاين 25 كيمو خلي باش يعرف راسو فين علاش كنهضروا هاكوا خليت يتنظر باش كنعرفوا علاش كنهضروا انا سير بارك عليك نيشان كنبغي ندوي نيشان مع الخلق ليش التفاوي شوف شي حاجه اخرى ما كايناش كاين على المعقول تعلم ما دوك صافي كاين على المعقول عيش شويه بحال عياش كاين على المعقوله كي دير راه الزمان يعيط واخا تكون ما تعياش عطينا الثمن ديالو راه هو داك وانتم سيروا ديروا هاد الريق عليكم راه مابغيش نخسرها في وجهه راه مابغيش نخسرها في وجهه عندي متر ما سير مابغيش نخسرها في وجهه باش نقول راه ماشي نقول 185 وانا ما خرجت معاك بقاول 170 سيروا الاربح مزيان ليك هذوك الثلاثة اللي بقاو عندك تما هذوك الثلاثة سيدي مازال ما مازال
ما هضرنا فيه. على العموم نتمنوا تبيعوا من هاد الناس راه مبغاوهم الله يسهل عليهم. ما بقايش رد فوش. شريتوهم هادو ولا؟ اي شريناهم. خصنا الحليب؟ نعم الحليب. شحال تلين؟ 170 قلوه. 169. 169. كيفاش السوق؟ السوق وكيل مش مزيان. تمام. تمام مناسب. تمام بالنسبة لك هادو العيد إن شاء الله؟ إن شاء الله. سير الله يسخر. 169. مزيانك راسك بعدي راسك. سير سير سير. نقول لهم عدة ميتارات. لا يصور انا ما كاينش غير اللي شادهم. الله يعطينا غير اثمنه وما كاين حتى مشكل. عنده خروف؟ خروف 45 تيقول فيه قيده. لا عطينا. شحال عطينا 45 والحوريه عطينا 32. 45 32 2250 و 1600 درهم. كسبتك ولا بيع الشارع؟ بيع الشارع. الله يسهل عليك. قلنا لنا هذا من الخبز. حرام ياكل ياكل لا. الصمدي أبو هانيك شمسية الحمد لله. كيف السوق اليوم الصمدي؟ السوق داخل السلعه بارك. كاين السلعه؟ كاين السلعه وكاين الثمن. كاين الصرخه والو. تلينا باش تقوم عليك 70000 مشريع ما طاحوش 6000. 70000 مشريع ما طاحوش 6000. كاين البيضه تاهي ديالي 3500 درهم مشروع عطاوه 600 درهم ربح. طرفان ملاح بدريين ولاد العام بكريين. البيضة شحال تاهي؟ البيضة ب 70 قال جوج عطاونا هي 70. 68 هي ب 68. 3400. واحد ياسين؟ ويلو كلشي بخير ياسين راه يضحك عليا. غنجي اليوم نجي غدا راه باقي كاع ما جا. ياسين خصنا نديرو معاه واحد الحوار مطول. ايه مازال خصنا نديرو معاه حوار. ايه راه قال لي باغي ضروري الفير ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلمك. ان شاء الله اللهم يسر. ها راه ابليس هيد عطيه حول والله كيدي بحال 150 بس تعطيه حولي. وارس بقى وليد ياسين احنا شينا لينا شحال هذاك وراه لينا الله يرحم وليد وراه تانا بحالك والله بلا حاجه شحال باش تسعد والله الا بحالك انت 110 صافي سير الله يرحمك ياسين سير خذ عطاني لي 150000 كذوب لا حابب العياش انا تبع بها 10 5000 150000 تحب تحول ونصيل 110 بس في الشهر 110 انشوف سناد انشوف جامع 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 تري جامع هما هو باقي فليك 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 نشوف سناد لا عندي دواء على الفلوس ما كاملش عندهم ماشي مشكل سناد نيت 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 ما عرفتو تنين مولاه مدير احنا معاهم انا 5000 تصور غير صافي شوف زر لي انت هنا سير في ابو زلوم راه ما كاينش شنو دايره كرسي بلاتي ندوز جا هاك ابو زلوم سير استنى البليد هنايا استنى البليد استنى البليد الجمعه ولاد عام واش شنو معاك شي حاجه لا طونا خويا 150000 جملة جملة قلنا لي 120 5250 جملة صور عرفت شنو داو ياك صور راك داو الناس اللي بعثت لهم راك داو الناس اللي ما تبقاش تنتفع المشهد صافي 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 لكن بغينا نبيعوها كامل سيرة خصنا الحليب؟ جا الحليب شحال شحال عطاك هذا الراجل؟ باقي الراجل عطاني فيه 72 وعطيني فيه 84 واو 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 فرق كبير هذا خذ واحد فرق كبير بيناتهم
وحميد وحميد هو لاحظك ندوب خرفان شوف اعطيني هذاك الشيء الزاقي الله يعطيك الزاق يا خويا 140 هذاك عاطيني 60000 لملي عاطيني 60 وتجوج هاك شوف شحال باقي لي حيت 60000 من صافي داك الشيء دير الحساب ديالك قول لي 7300 لا هادو حوليات هادو شحال هادي طارقات كاع طارقات مولا مولا شتي مولا ما دري هنا لا كون طارقات تحت 40 واحد ديال البرا ديال الولادات هادو قولي لي حتى والله ما كتزق الفم رباعي هات رباعي صح هادي 6000 اللي مسكين معاه 100000 هادو عاطينا 100 50 في الوحده الصغار تاع حميد هذوك اللي في يدك الدريه ديالو دري لي قول جهتي ها لي قول قالك جهتي العيد والكسيبه لان ما كانوش دارين العيد كانوا الكسيبه كانوا دارات الكسيبه هادشي اللي كاين شحال راه دري شي في مول 80 وحدين الله يبارك فيك سيدي عندنا معطل كانت عندي شي سلعه مليحه مشات الله يستر مالها شحال باش دازت 97 كبر من هادي اييه وهادي هادي خويا تامر دابا 90 4500 سنا الحليب وتني ولا لا سنا الحليب وتني اقراها شي جوج اللي تنايا وابا هادشي راه حنا كنشوفو لكن زحامنا راك عارف يلا مرحبا صور راني بخير الله يبارك فيك بالنسبة للسوق تمام هو هذاك راجع مراجع شوفي بالك خويا عزيز حسن مراجع غير تقريبا شحال شي حاجة قليلة وفكان قليل شوية قليلة قليلة نكذبوا حنا رزق الله كنت تسعر راك اللي فينا راك عارف استغرب كان ثقيل شوية كان ثقيل شوية قدر من اللي دخل تاع اسبانيا جا شويه ضروري لا بدا ولكن ثاني الله يكون في عون بين طالع غالي يا اخي صافي هادشي اللي كاين اخويا زين اخي هادشي اللي كاين اخويا عزيز اللهم يسر عطينا التليفون اسي ابغاني نبغى شي حاجه مشابهه 06 66 66 12 34 90 مرحبا بك اي واحد بغى يدوز معنا مرحبا هذا اللي غيدو هذا ما غندوز ماشي مشكل هما خمسه لا لا اربعه سي عبد الغني ملاح حتى مجردين ايه اللي عطاهم اللي عطاهم سنا الحليب 64 عادين ما بغيت 64000 و200 خرفان ملاح حتى مجردين منين المرقد ديالهم كيسر ريح ريح تبقى شي حاجه مرحبا راه باقي عندنا السلعه بحال هذه 6200 زرينا سير خلي النمره اي 66 48 30 60 اللي بغى شي حاجه مرحبا الله يسخر زينين 76 عطينا 76 لواحد 3 مليون مليون و 11600 هما 3 باش داو 11600 درهم
76 وزادهم 4000 فوق منا. على العموم اخوان نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ديال الخير خير ان شاء الله. نتمنى أثمينة ترجع تولي متناول كل خير الجميع، لا ضرر ولا ضرار. نتمنى ان شاء الله الايام القادمه ونشوفوا السوق كيفاش غيدير. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك اخوتي، خليوا لنا لايك. تبارك الله عليكم.